أهلا وسهلا، أنا أحمد عزب، معيد في قسم العقيق في كلية صيدلة في جامعة اسكندرية. في الفيديو ده إن شاء الله هنغطي البيسكس بتاعة مايكروسوفت تيمز. هنشوف مع بعض كل حاجة خطوة بخطوة، بداية من أول مرة نعمل لوج إن على الإيميل أكاونت بتاعنا. قبل ما نبتدي لازم نعرف إن المنصة الرسمية لجامعة اسكندرية في عملية التعليم عن بعد هي مايكروسوفت تيمز، فبالتالي مهم جدا إن أنا كطالب أعرف أتعامل مع مايكروسوفت تيمز كويس جدا عشان ما تفوتنيش أي حاجة مهمة. أول حاجة هعملها هو إن أنا أفتح البراوزر بتاعي وأروح كاتب في الأدرس بار office.com. أول لما البيج هتفتح هيبان عندنا زرار الساين إن باين قدامنا زي ما احنا شايفين أهو، هضغط عليه هيفتح لي البيج اللي هكتب فيها الإيميل بتاعي، ونتأكد إنه احنا بنكتب الإيميل بتاعنا السبيلنج بتاعنا يكون صح. بعد كده هكتب الباسورد بتاعتي وهي بتكون case sensitive، بمعنى ان الحروف الكابيتال لازم تفضل كابيتال والحروف اللي هي بتكون صغيرة برضو لازم تفضل صغيرة، وادوس انتر. انا كده دلوقتي خلاص عملت login. دلوقتي مايكروسوفت بيسأل لو انا حابب ازود information اكتر. انا بالنسبة لي الخطوة دي مش مهمة ومفيش داعي ان انا اتعب نفسي فيها، فبدوس next وبفتح على طول البيج اللي بعديه. في البيج دي مايكروسوفت بيسألك هل انت حابب تربط الايميل الجامعي بتاعك برقم تليفون او بايميل تاني. يستحسن ان انا هنا اضغط على كانسل واكمل عادي من غير ما اربط اي حاجة. ليه؟ لان للأسف في طلاب كتير جدا بيعملوا الخطوة دي وفي الاخر بينسوا رقم التليفون اللي هم ربطوا عليه الاكاونت بتاعهم وما بيعرفوش يعملوا لوج ان. فعشان كده احسن حاجة نعملها ان احنا نحفظ الباسورد بتاعتنا كويس جدا جدا. فانا هنا هدوس كانسل عشان اكمل. دلوقتي مايكروسوفت بيسألني لو انا حابب اخلي الاكونت بتاعي signed in طول الوقت. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف هل انا الكمبيوتر اللي انا شغال عليه حاليا ده كمبيوتر common وناس كتيرة بتستخدمه، ولا الكمبيوتر ده private وبتاعي انا بس. لو كان بتاعي انا بس فانا ساعتها ممكن اقول yes عشان يسهل عليا عملية sign in، بدل لما اعمل كل مرة sign in لا انا بس افتح office.com ولاقي نفسي automatically signed in. اما لو هو كان كمبيوتر كومن وناس كتيرة مختلفة بتستخدمه يفضل ان انا ادوس نو، على اساس ان محدش يستخدم الاكونت بتاعي وانا مش عارف، محدش يعمل حاجات انا مش موافق عليها. فعشان كده انا هدوس النهاردة نو. دلوقتي هو فتح لنا البيج الاساسية بتاعتنا. هنيجي عشان ندخل على مايكروسوفت تيمز الموضوع مفيش اسهل منه. هلاقي الايكون بتاع تيمز موجود تحت هنا على ايدنا الشمال، اول ما هضغط عليه هيفتح لي التيمز. ممكن دلوقتي ان انا استخدم الويب اب وده معناه ان انا افتح مايكروسوفت تيمز في البراوزر بتاعي، او ان انا استخدم الويندوز اب وده طبعا الاحسن بالنسبه لي. احسن ان احنا دايما نستخدم مايكروسوفت تيمز من على الويندوز اب، لان في فيتشرز كتيره جدا مش متاحه غير على الويندوز اب. فنتاكد ان احنا نعمل داونلود للويندوز اب عشان نشتغل واحنا مطمنين. هنا بيسالني لو انا عايز اعمل داونلود للابلكيشن هقول سيف وهختار المكان اللي انا عامل فيه سيف. وانس ان الداونلود بتاعي خلص وعملت انستول لمايكروسوفت تيمز هفتح الابلكيشن وهتبان قدامي الصفحه دي. هو هنا بيطلب مني ان انا تاني اعمل ساين ان، هكتب الايميل بتاعي تاني وهيطلب مني اني اكتب الباسورد. تاني هو بيطلب لو انا حابب اعمل verification، انا مش محتاج اعمل الخطوة دي. هو دلوقتي بيسألني لو انا عايز اخلي ان مايكروسوفت يعمل لينك لكل الابس الموجودة على الجهاز بتاعي مع السيرفر بتاعهم. فانا بالنسبة لي الخطوة دي مش مهمة، هشيل التيك اللي موجودة هنا وهقول ان انا بس عايز اعمل sign in للابلكيشن ده، مش محتاج ان انت تبدأ تعمل لينكينج ما بين الابلكيشنز اللي عندي على الكمبيوتر مع السيرفر بتاعي. دلوقتي اهو مايكروسوفت تيمز بيفتح لاول مره، هنشوف مع بعض البلاتفورم بيكون شكله عامل ازاي. لما بفتح مايكروسوفت تيمز لاول مره بتبان قدامي البيج اللي احنا شايفينها هنا. البيج دي بتقول ان انا خلاص وصلت بالسلامه وعرفت ان انا افتح مايكروسوفت تيمز. لو دوست على الزرار اللي احنا شايفينه هنا ده هيبدا ان هو يوريني توتوريال بسيطه عن الفيتشرز بتاعه مايكروسوفت تيمز. انا انصح كل واحد فينا ان هو يجرب يمشي في التوتوريال دي لوحده علشان يعرف اكتر عن مايكروسوفت تيمز. For now انا هقفل التوتوريال ده عشان اوريكم الفيتشرز على طول.
اول حاجه انا شايفها قدامي هي التيمز. ايه هي الكلاس تيمز دي؟ دي عباره عن تيم مخصص لكل ماده انا باخدها في الكليه عندي. انا ممكن الاقي ان انا دخلت اوتوماتيكلي في التيم، او ممكن الاقي ان انا محتاج ادخل التيم بنفسي. ازاي؟ ممكن ان انا اعمل جوين للتيم بتاعي من ان انا اضغط على الزرار اللي هنا وابدا اكتب كود. الكود ده هيكون الدكتور بتاعي مديهولي بحيث ان انا اعرف ادخل على التيم بتاعه. فانا مثلا فور اكزامبل معايا كود دلوقتي كتبته وكتبت جوين تيم، لقيت ان انا دخلت التيم، اهو ظهر لي ان انا دخلت التيم سبجكت 3. غير الكود ممكن الاقي ان الدكتور بتاعي بعت لي لينك ادخل بيه على التيم. عشان ادخل على التيم باللينك مجرد هفتح بس البراوزر بتاعي، ادخل اللينك واضغط انتر، هلاقي ان هو اوتوماتيكلي راح قال لي ان انا هكمل في الديسكتوب اب وراح فتحه لي اهو زي ما احنا شايفين، بقيت في سبجكت 4 التيم بتاعنا. هضغط على جوين وهو كده بعت ريكوست. دلوقتي اللي انا مستنيه ان الدكتور من الاكونت بتاعه هيعمل لي اكسبت، وهكون كده انا دخلت التيم بطريقه مختلفه. قبل ما نستكشف مع بعض التيمز الموجوده عندنا، تعالوا الاول نشوف التاسك بار اللي عندي على ايدي الشمال. اول ايكون موجود هو ايكون جرز اللي هو الاكتيفيتي. ده بالظبط زي النوتيفيكيشنز اللي موجوده في السوشيال ميديا. هنا بيقول لي ايه الحاجات اللي حصلت قريب، بيقول لي لو مثلا حد دخلني على تيم، وبيقول لي لو مثلا حد كتب كومنت او عمل لي منشن او عمل ريبلاي لحاجه انا كنت كاتبها قبل كده. الايكون الثاني اللي هو الشات، ده بيسمح لي ان انا اكتب مسج لاي حد انا عارفه. لو مثلا حابب ان انا اتواصل برضو مع الدكتور بتاعي ممكن اكتب الايميل بتاعه هنا وساعتها اكلمه. تالت ايكون اللي هو التيمز، ده بيوريني كل التيمز اللي انا مشترك فيها، وبيسمح لي ان انا ادخل على اي تيم انا عايز ادخله بمجرد ان انا اضغط عليه. رابع ايكون هو الاساينمنت، وهنلاقي ان احنا مش بنستخدمه كتير قوي فمش هنركز عليه في الفيديو ده. خامس ايكون هو كالندر، وهنا لو انا مثلا مسجل ميتنج او لو حد من الدكاتره مسجل لايف سيشن، بيبان عندي اللايف سيشن دي هتكون موجوده يوم ايه والساعه كام. الايكون اللي بعد كده هو الفايلز. الفايلز ده بيوريني ايه هي الفايلز اللي انا حاططها على الون درايف بتاعي. من هنا ممكن اكسس كل حاجه انا برفعها على السيرفر، وبرده بيسمح لي ان انا اشوف لو في اي فايلز انا كنت فتحتها موجوده على مايكروسوفت تيمز. لو مثلا كان حد من الدكاتره بتوعي منزل لي فايل وانا فتحته، هيبان لي في الاريا اللي موجوده قدامنا اهي. اخر ايكون باين قدامنا هو الكولز، دي المكالمات. لو انا مثلا حابب اتواصل مع حد من زمايلي، مايكروسوفت تيمز بيسمح لي ان انا اكلمهم هنا برضه. تعالوا نبص على اهم فيتشر في مايكروسوفت تيمز، وهي التيمز نفسها. اول لما نفتح التيم، تعالوا نفتح تيم اللي هو بتاع سبجكت 1. اول لما هفتحه هيفتح لي المين ديسكشن اريا. البيج اللي باينه قدامي دي اسمها الجنرال شانل. هلاقي ان بيكون في شانلز ثانيه موجوده. الشانلز دي ممكن تكون اورجنايزد بكذا طريقه. ممكن الاقي ان دكتور الماده بتاعي مقسمها على حسب البوست اللي هو هيعملها. يعني مثلا هنا احنا مقسمينها على حسب الانونسمنت، ان هو اول شانل عباره عن انونسمنت وبس، الجداول، الاعلانات and so on. الشانل بعد كده هي شانل سكشنز، هنا بننزل فيديوز للسكشنز بتاعتنا. فدي طريقه كاتيجورايزيشن ممكن نشوفها، او ممكن نلاقي ان الشانلز متقسمه على حسب السكشنز بتاعتنا. فممكن نلاقي ان الكاتيجورايزيشن دي بتختلف من تيم لتيم، بس الفكرة إن الشانلز دي بتساعدنا إن إحنا ننظم الدنيا أكتر. وكل شانل بنلاقي إن بيكون فيها الكونتنت، فمن المهم جدا إن إحنا نبدأ نبص على الشانلز ونعرف إيه الكونتنت اللي بينزل عليها. تعالوا نبص مع بعض ونشوف إيه الأوبشنز اللي بتكون موجودة في الشانلز اللي عندنا. أول حاجة هو زرار الـ New Conversation. لما بضغط على زرار الـ New Conversation ده بيسمح لي إن أنا أكتب بوست جديدة. البوست الجديدة اللي أنا بكتبها هنا دي اول لما اعملها بوست بتبان للدفعه كلها، فناخد بالنا ان ده ما يعتبرش برايفت مسج. البوست اللي هتكتبه هيبان لكل الناس. بعد كده في من فوق حاجه اسمها التابز. التابز دي في الغالب بتبقى ثابته، بتكون عباره عن البوست اللي احنا بنشوفها قدامنا او الفايلز. الفايلز لما بضغط عليها بتوريني كل الفايلز اللي كانت عملها ابلود على الشانل اللي عندنا.
تعالوا نبص على آخر حاجة وهي اللايف ميتينج. لو الدكتور بتاعي حدد ميعاد لايف ميتينج، ازاي اعرف ان انا اعمل جوينت الميتينج بتاعه؟ هاجي في الشانل هلاقي ان بيكون في ايكون زي ما احنا شايفين هنا، الايكون ده بيقول لي ان في ميتينج شغال حاليا. اول ما هفتح الشانل هلاقي ان في قدامي زي ما احنا شايفين بوكس كبير لونه ازرق وفي زرار الجوين. اول ما هضغط على زرار الجوين هيفتح لي ويندو جديده، والويندو دي هتقول لي ايه اللي انت عايز تعمله. هل انت عايز تدخل بالكاميرا بتاعتك؟ ممكن ايذر ان انا افتحها او اقفلها، وممكن ان انا اختار ادخل بالميكروفون او اقفله. طبعا بما ان في ناس اوريدي في الميتنج شغاله، يستحسن ان احنا دايما ندخل واحنا قافلين الميكروفون بتاعنا عشان ما نزعجش اللي بيكون بيتكلم. فانا دلوقتي هضغط على join now هيفتح عندي الميتنج، واهو زي ما احنا شايفين الدكتور موجود في السيشن بتاعتي. طول ما انا بتكلم وانا قافل المايك بيبان عندي مسج عشان تنبهني ان الميكروفون بتاعي مقفول زي ما احنا شايفين على الشاشه. تعالوا نبص على التول بار اللي بيكون موجود في اللايف ميتنج. اول حاجه هو زرار البارتيسيبنت، هنا بيوريني مين اللي بيكون معايا في الميتنج. تاني حاجه هو زرار الشات او الكونفرسيشن، ده لما بضغط عليه بيوريني اي حاجه مبعوته على الشات بتاع الميتنج. ده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منه، لان اوقات كتيره بينزل عليه اتندنس فورم او لو في كويز او اي حاجه بالشكل ده. الزرار اللي بعد كده الايد المرفوعه، وزي ما هو باين هو عبارة عن زرار raise your hand. أنا لو عندي سؤال أو في حاجة مش فاهمها وحابب ألفت انتباه المحاضر ممكن أضغط عليه، فهو لما يبان عنده النوتيفيكيشن إن في حد رفع إيده ساعتها الدكتور هيقولك إن أنت ممكن تشيل الميوت وتسأل السؤال اللي أنت حابب تسأله. وعشان أشيل الميوت ممكن أضغط على زرار الميكروفون اللي هنا ده، ده كده بيشيل الميوت بتاعي وبيسمح لي إن أنا أتكلم والدكتور يسمعني. غير كده في زرار الكاميرا هنا، وده بيسمح لي ان انا افتح الكاميرا بتاعتي. الزرار اللي بعد كده هو زرار الشير كونتنت، ولما بضغط عليه بيفتح عندي التاب الصغير اللي باين تحت ده. من هنا ممكن اعمل شير للسكرين بتاعتي او اعمل شير للديسكتوب او ويندو معين. اخر زرار هو الزرار الاحمر، زرار الليف، وده لما بضغط عليه بيقفل الميتنج بتاعي. وبكده نكون خلصنا الانترودكشن بتاعتنا بتاعت مايكروسوفت تيمز. لو اي حد عنده اي اسئله او اي مشاكل بيواجهها مع مايكروسوفت تيمز ممكن يكتبها في الكومنتس واحاول ارد عليكم في اسرع وقت. شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله.